السلام عليكم مشاهدينا، مرحبا بكم في عدد اليوم من برنامج قل لي علاش. هذه الحصه الرمضانيه اللي نتكلموا فيها على العادات وتقاليد الجزائريين. سؤال اللي حين نطرحوه اليوم على المشاركين معنا هو علاش العجوزه كي تدخل عروستها نهار الاول للدار تقولها روحي جيبي لي كاسمه. والفائز معنا في حلقه اليوم راح يتحصل على جهاز هاتف نقال تهديه له شركه كوندور. شوفوا معنا سؤال يقول علاش العروسه كي تدخل نهار الاول لدارها علاش عجوزتها تقولها روحي جيبي لي كاسمه. تشوفها لا الملاحه ماشي ملاحه كاسمه، لا لا لازم تشوفها على عروسها. كيفاش تعرف؟ تعرف لا تكون ما تكون تعرف تعرف العروسه تكون طفله قبل ما تزوج. هي باش تعرف عروستها بصح كيفاش تعرفها؟ يدي ما باش تطيح عجوزتها عجوزتها. لا ماشي باش تشوف الا طيحها. يا خو قلت لك بالك تستيها بالك ما على باليش انا فهمني صاحبي لون باطابيا فهمت خو. اما السؤال ما تعرفش الجواب تاعو والو باش جيبها كسمة تخليها أمانة عندها. شو الحكاية؟ شو تعطيها الماء؟ ماشي أمانة صاحبي. كاين واحد عنده جواب منا شكون؟ هاي شوف ماشي باش تولي العروسة تمشي كي الماء. لا ماشي على ربي ماشي ربي خويا. جاي واش في رايك علاش تقول راح يجيب لي كاسمه باش تشوف الاخلاق تاعها كيما تحب هي تمشي على شغل على الطريقه تاعها. لا 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 تقيس لها الحمك كيما نقولوا حنا. شوف هاي اخذت الراي ولا لا 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 ماشي. قل لي علاش العروسه تقولها لعجوزتها نهار الاولى يعني كي تدخل للدار تقولها جيبي لي كاسمه باش تعطي لها تجيب باش تحط سنانها فيه ماشي هادي صاحبي. عروسة كي تدخل نهار الاولاني لدارها علاش عجوزها تقولها روحي جيبي لي كاسمه؟ رزق ولا وش؟ رزق؟ لا ماشي رزق. محسوب باش تولي تاخذ لها الراي ولا؟ لا تولي مطيعة. تولي تاخذ لها الراي واش تقول لها دير؟ لا ماشي هادي خويا. ما كاش. بعد نقول لك. جاه مطيعة. جاه مطيعة. كيف؟ اه. قلت له الجواب غلط. كيف؟ ما لا غلط. شوفي نعطي لك جهاز هاتف نقال وانت يعطيني اجابه فقط. السؤال تاعنا تاع اليوم يقول علاش العروسه كي تدخل النهار الاولاني لدارها علاش عجوزتها تقول راح يجيب لي كاسمه باش نحي لها الخلعه. لا ماشي باش نحي لها. هذيك هي باش نحي لها الخلعه. كاس حليب باش نحي لها الخلعه. لا كاس ماء باش نحي لها الخلعه. لا ماشي هذه الاجابه للاسف. باش يدخل الامان بيناتهم الماء صافي يعني محبه صافيه. اجابه غلط اخويا. قل لي علاش العروسه تقولها عجوزتها نهار الاولاني كي تدخل الدار تقولها جيبي لي كاسمه. يقولوا الماء امان. ايه امان هذا ما كان. هذا ما اجابه غلط اخويا. باش تعطيها العروسه ياك باش يكون بيناتهم الامان. هذا قلت له قدامك قلت له ما سمحتوش خو. جواب غلط. قولوا لها عجوزها باك نقول لها جيب لها كاسمه بلي راه جايه تطيحها وتخدمها فهمتني. كيفاش؟ بلي راه جايه العروسه بلي تخدمها فهمتني وتطيحها في نفس الوقت. طيحها؟ اه. لا ماشي هذه الاجابه. علاش العروسه نهار الاولاني كي تدخل دارها قول عجوزتها تقول لها جيبي لي كاسمه؟ مش تبقى الحلاوه. تاع ماشي. شنو الحلاوه يا اخي شنو ما فيها الحلاوه انت؟ ما صامت ماشي حنا بقبيليه كيف يقولوا لها؟ امان دلامان. تسمى الماء عندنا هو الامان. تسمى راهي داخله دار الامان. لا ماشي هذه. باش تذوق الملح تاع هذيك الدار. لا تذوق الملح تاع هذيك الدار. ما ماشي. باش تقوى المحبه ما بيناتهم. المحبه ما بيناتهم. لا ماشي. باش تكون عشره بيناتهم. لا باش تعود عندها كلب والحليب. الحليب العجوزه تمد لعروستها. لعروستها الحليب. لا هذه تكون العشره بيناتهم بيضه كل حليب. لا هي تروح تقول العجوز تقول لعروستها تقول راح يجيبي لي كاسمه وتقعد خفيفه باش تقعد تخافها خوفها النجاف النجاف يا خو. كيكون في النص وتجيبوا لا يصير ولا كيكون في النص وشنو ماشي شاطره وكيكون ماشي كيكون معمر شاطر ماشي شاطره. كيكون معمر شاطره كيكون ماشي معمر ماشي شاطر. اسكت يا اخي انا مصباح معاك الاجابه صحيحه وتلفتوها لي. كيكون معمر كيكون للنص ماشي شاطره. اه
وكيكون معمر شاطرة. كيكون معمر ماشي شاطرة. تلفت لك. مبروك عليك. الله يسلمك. اخويا بارك الله فيهم قناة المهارة ديالي الموسية، وراه تقوم يا خو بالواجب. شنو نقول لك؟